ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الاول لشهر ديسمبر لعام 2020 لاصحاب برج الاسد. برج الاسد عندنا الاسبوع الاول هيكون يعني صراحة كده في احداث كتير، وانك بتفكر كتير وعايز ان انت تلحق نفسك من موضوع، بتخلص اوراق، بتخلص مستندات، عندك في مشغوليات كتير، عندك علاقتك بالاصدقاء عميقة شوية لدرجة انها ممكن تكون داخلة في بعض الصدمات، او ان انت ما عندكش وقت او ما عندكش خلق، او الطرف الاخر اللي هو الصديق الاخر صديقة ما عندهوش خلق، عندك شوية كده مواويل في العلاقات اللي من النوعية دي. عندك كمان انك بتحضر لسفر او بتحضر لاجراءات ليها علاقة بشغل على مسافة معينة من الاستقرار بتاعك من بيتك، فعندك دبر. طيب الامور المهنية، من الناحية المهنية عند برج الاسد انت عندك فيه زي شغل جديد، او بتطمح انك تعمل حاجة جديدة، انت عايز ان انت او بتفكر ان او حد بيقول لك يعني او لا اعمل كذا، طب ليه ما تعملش زي فلان فلان، ما تعمل كذا، ما انت ممكن تنفع فيه، ما انت، فيبدأ عندك حياة تبلور تجاه مشروع او قرار جديد، يعني يعلي منك مهنيا، يعمل لك اسم، يزود دخلك المادي، فعندك ده جدا يا برج الاسد. برج الاسد كمان انت عندك بالنسبة للناس اللي شغالين بالفعل في اماكن معينة هيكون عندك كلمة او عندك قرار او عندك موضوع هيخليك ان انت ليك برستيج حلوة، هيكون عندك زي كأنك قائد خلال الاسبوع ده، يعني هتحس بقيمة نفسك قوي، هتحس ان انت كلمتك مسموعة، ان انت ممكن يكون عندك ترقية على فكرة، او ان انت عندك المكان بتاع الشغل فضلك انت انك تروح مثلا تغطي احداث او تغطي مهنة كنت هشتغل مراسلة في مبنى الاذاعة والتلفزيون بس مشيت منه عامة يعني، فتلاقوني فعندك ان انت يعني ممكن يبعتك لمكان شغلك، او ممكن يسفرك لمكان انت اللي تكون بتجيب حاجات شحن، يعني شغلك بيبلورك، ده الخلاصة. بس المشكلة في حاجة، ان انت عندك الشغل بتاعك او الوظيفة او فيها اشخاص هم انت ليه كده، يعني ازاي تنجح كذا كذا، يمكن شايفينك اصل انت برج الاسد مش دبلوماسي قوي، وعندك الامور بتمشي بجدية قوية، بتساعد الناس وجدع وي، ولكن في نفس الوقت انت مش عارف تكون دبلوماسي حلو. الناس دي انت تقدر تاكل على حلاوة بكلمتين بس، هم شايفينك تقيل، شايفينك ان انت بتخلص بسرعة، بتنجز حاجات، شغلك احسن منهم، فبتعلي عليهم، فبالتالي في حقد. احذر قوي ان حد يكون اللي هو حد مثلا يعني يبوظ اوراق، يبوظ اختام، يشوه السمعة، حد يكون يعني يلخبط لك الدنيا في مجال العمل. ده حاجة مهمة جدا. الحاجة برضو المهمة اللي موجودة في خلال الاسبوع الاول، ان ممكن تلاقي بعض التعثرات في الوضع المهني، يعني ضغوط، يعني مطالب باوراق زيادة، لا خلص لنا الورقة دي في مكان كذا، والورقة دي في مكان كذا خالص، يعني عندك في شوية لخبطة في الامور المهنية او تأخير او لعبكة، بس هتقدر عليها، يعني في عندك ان انت تقدر تستحوذ على الحاجات اللي موجودة حواليك، لدرجة على فكرة ان ممكن يكون عندك تهديد بانك تسيب الشغل ده، يا اما انت مقرر في قرارة نفسك لا انا عايز اسيب الشغل ده. ده بس كده في خلال الاسبوع الاول. الوضع المادي انت مطالب انك تدفع حاجات، ومطالب انك تخلص حاجات، فبالتالي انت عندك مصاريف كتير، وبتحضر للفترة اللي جاية انك تدفع مصاريف اكتر. الفترة اللي جاية هيكون فيها فلوس ليك، فيها اضافة مادية ليك، هيكون في تيسير اكتر. بس عن الاسبوع الاول انت مطالب اكتر ما بتاخد فلوس. عندك كمان يا برج الاسد امورك الحياتية خلال الاسبوع الاول، خلي بالك انا حذرت من حاجة خلال الفترة اللي فاتت، يمكن الشهر اللي فات والشهر اللي قبله، قلت ان عندنا في حاجة مش عايزين ان احنا نكون متمسكين بيها قوي، او ان احنا نتعالى، او ان احنا يكون زي اسلوب الانتقام. ليه؟ لان الموضوع هيتقلب علينا. اللي حاصل في خلال الاسبوع ده ان في موضوع لو انت اتمسكت بيه قوي، وان انت كنت بتعند فيه، وان انت زي اللي بتنتقم، الموضوع هيتقلب عليك، خلي بالك، لان في الامور الاجتماعية هيكون في اشخاص ضدك، هيكون في انك هترجع تحتاج الناس اللي انت كنت ضدهم او اللي انت بتحاول تنتقم منهم، هتحتاج لهم ولكن مش هتلاقيهم يا برج الاسد، وده للأسف طبعا، عشان كده كنت بحذر منه الفترة اللي فاتت.
عامة. بس لو انت اتنقصت وانت ما حاولتش تنتقم وسبت الدنيا، خلاص انت هتلاقي الدنيا معاك ماشيه حلو. ده للناس بس اللي كانت عايزه تبقى ضد او فيها غيظ من حد او او. طيب برج الاسد كمان من امورك الحياتيه، انت عندك في حاجات انت بتشتريها جديد، واحنا قلنا ده من الناحيه الماديه انت مطالب بحاجات عندك، هتكتشف ان انا بشتري الحاجات اللي مش اولويه، وهيكون اشتريتها بس هيكون عندك حته اللي هو طب انا ليه ما عملتش كذا، ليه فقدت الاولويه هنا، فيكون عندك تأنيب شويه على الحاجات اللي انت بتشتريها او بتجيبها. خلي بالك لان انت مش هتلاقي حد يساعدك يا برج الاسد ماديا ولا حد يساعدك بقرار، ففكر كويس جدا قبل ما تشتري حاجه، قبل ما تبيع كمان حاجه. انت عندك البيع والشراء خلال الاسبوع الاول فيهم حذر كبير، انك لازم تفكر كويس جدا قبل اي بيع او شراء. طيب برج الاسد الامور العاطفيه بالنسبه لك، الامور العاطفيه في خلال الاسبوع الاول هي فيها مش لخبطه. انت عندك الاصدقاء انت بتتعامل معهم اكتر، انت في موضوع انت متعلق بيه مع صديق اكتر، يعني انت يمكن قاعد وقتك مع اصحابك اكتر ما قاعد مع الشريك او بتتكلم مع الشريك. ده ممكن يسبب لك بعض الخلافات اللي مع الشريك، لان الشريك هيغير، وخاصه انت بتتعامل مع ابراج ايه او شريك حياتك هو برج ايه، لان عندنا في برج الاسد هيكون في غيره، وهيكون من خلال الاصدقاء ده في طرف ثالث ممكن يظهر او علاقه قديمه ممكن تظهر، فيخلي ان الشريك يغير. ده كله في خلال الاسبوع الاول من بدايه يوم 2 في الشهر عندنا الموضوع ده، فلازم اكون حريص جدا جدا على كده ان انا ما اكونش مع اصدقاء كتير، يعني ادي فرصه للحبيب، اخلي بالي من العلاقات القديمه اللي ممكن ترجع، اللي تخلي الشريك انت برج الاسد يمكن تحس برضو ان انت عند الشريك طرف ثالث، يعني مش عندك انت بس، لا انت ممكن يكون عندك شك ان الشريك عنده طرف ثالث، انت قلقان من حاجه، انت حاسس ان الشريك ده مش زي الاول، بقى متغير عليك او معاك، فعندك برضو الاحساس ده على فكره. عامة يا برج الاسد بس نخلي بالنا، هو احنا بنتكلم في الاسبوع الاول اول، لكن احنا عندنا النص الاول عاطفيا مش مستقر بالمرة، يمكن ظاهريا بنحاول ان احنا نظهر امام الاخرين ان احنا متميزين، ان احنا ايجابيين، ان احنا الحالة العاطفية حلوة، النص التاني هتكون عاطفية حلوة، بس عامة ده نوضح بقى في التوقعات العاطفية، لكن خلال الاسبوع الاول لا كون حريص لان الدنيا مش هتكون لطيفة قوي. طيب برج الاسد كمان عندنا من خلال الامور العائلية، لان عندك خلافات عائلية كتيرة وفي جدل وفي نقاشات وفي انك بتحاول تعمل نفسك انك مش عارف مش فاهم، بتحاول ان انت تبقى مثير بس بالطريقة الهادية يعني، فخلي بالك جدا لان انت اللي محتاج للعائلة يا برج الاسد كتير، انت اتظلمت من العائلة بس انت محتاج حاليا للعائلة قوي، ومحتاج لحد قريب منك، محتاج لحد يضمك جدا، بس انت مش قادر تنطق بده، انت مش قادر تنطق بده، وبتحاول ان انت تكون مثير بطريقة غير مباشرة عشان تحاول تخليهم يقربوا منك، عشان تخليك انت القائد فعلا، انت عايز تكون قائد، انت قائد مهنيا ممكن، لكن قائد في امورك العائلية مش خلال الاسبوع ده، مش خلال الاسبوع ده هنحس الاحساس ده. انت عايز تعمل كده وعايز وليك هدف معين عايز توصل له، ممكن مثلا عايز تحصل على ميراثك بشكل كامل، يمكن عندك قلق من امور مهنيه، عندك في الوضع العائلي شيء مرتبك شويه هيكون مستمر معانا خلال الاسبوع الاول. امورك الصحيه انت هنكون في مرحلة استشفاء بعد كده، بس خلال الاسبوع الاول انت عندك الحالة الصحية مش افضل حاجة، انت عندك لو بتعاني من مشكلة او ليك علاج المفروض تاخده، المفروض تخلي بالك جدا جدا على الوضع الصحي عندك. ليه؟ لان عندك في بعض المعاناة الصحية وممكن نكون يعني اكثر عرضة مثلا لعدوى معينة لحاجة معينة، فلازم ان احنا نخلي بالنا على الاكل، نظام غذائي صحي، نخلي بالنا من صحتنا من جسمنا، ننام كويس. برج الاسد انت لا بتنام كويس ولا بتاكل اكل صحي، وكل شربك ممكن يكون كافيين، عندنا في برج الاسد كتير شرب سجاير، فعندك انك مفيش اهتمام بصحتك خلال الفتره دي، ولا حتى انك بتنام كويس ولا، فكل ده بيأثر عليك. غير الصحه النفسيه فيها تاثير كبير قوي، لان عندك مشاكل عائليه، الوضع العاطفي مش عارف تستقر فيه بشكل كامل، هيكون عندنا استقرار هو الاسبوع الاول بس اللي مربك، لانك بتفكر في موضوع ليه علاقه بالخارج، بسفر، ليه علاقه بتحسين وضعك المالي
المهني والمادي، انك عايز يكون عندك استقرار، انك مش عايز تكون في اي وضع حوجة لحد ولا ان حد يشوفك انك محتاج له. ده بالظبط اللي مسيطر عليك الفترة دي. وعايز برضو الاستقرار العاطفي، بس مرأة الاسد يمكن اللي عايزة الاستقرار العاطفي اكتر من رجل الاسد. عامة انا طولت عليكم بما فيه الكفاية، بحبكم كتير، بتمنى لكم اسبوع ممتع وسعيد. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.